يا أهلا بيكم معانا الفعل разобрать. رزبرات. حكايتنا النهاردة عن الفعل رزبرات، وسوف نتناول 7 معان للفعل رزبرات. 7 meanings we're going to discuss. ولنبدأ بأصل الفعل. We do the etymology. We're going to do رزبرات للفعل رزبرات. разобрать. وكما هو واضح, you can see we have raza, brat. Raza gives you the meaning of dis, to reverse the meaning, and brat to take. وبالتالي هتفكك, زي to take apart. وده يتضح في المعنى الأول. You can see that in the first meaning. To take to pieces, to take apart. يفكك. زي مثلا لما قررنا ان احنا نفكك المعابد في ابي سمبل عشان ننقذها من الفيضان ومن ان تختفي, فعملنا رزبرات للمعابد في ابو سمبل. To dismantle, to take to pieces. رزبرات بتيجي بمعنى to buy up. كنت تشتري مثلا المحصول كله. رزبرات to sort out, تفرز مثلا. رزبرات to investigate, to look into, تتفحص أمرا وتتحرى. في عالم اللغة linguistics, رزبرات to parse, to analyze, تحلل. رزبرات to make out, to understand. لو قدامك مثلا كتابة ومش قادر تقراها, مش قادر to رزبرات. If there is a handwriting, let's say it's difficult to read, يعني ماجو رزبرات الكتابة دي. وأخيرا هذا المعنى المجازي to fill with, مثلا يمتلئ بالغيرة. Somebody is filled with jealousy. فتقدر تستخدم هذا الفعل العجيب البديع. رزبرات. وإلى رزبرات. إن شاء الله.